سفرة وترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده عندي طاجن فاصوليا خضراء بالدجاج. نشوف مقاديرنا مع حضراتكم دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. عندي فراخ وفاصوليا خضراء وبصل وتوم وطماطم وجزر وبهارات وجنزبيل وزعتر وكرات وكرفس وملح وفلفل. عندي زيت ذره كريستال. النهارده اول حلقه بزيت ذره كريستال. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ازاي حضراتكم طاجن الفاصوليا الخضراء. كده عايز الطاسه بتاعتي تسخن قوي، نبشر الطماطم بتاعتي عشان ابعد القشره منها. ست ملك سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. حضرتك اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا بنتي، ربنا يخليك. انا كنت كتبت لحضرتك حاجه كده بسيطه، ممكن اقراها؟ تحت امرك يا بابا. شيف شربيني يا مدلعنا، بوصفاتك مجوعنا، وفي حلقاتك مقعدنا، وبجمالك بتفرجنا. لما نحب نقول شيف هنقول شيف شربيني. يا جمالك انت، اتفضلي كملي. ميرسي يا شيف شربيني على وقتك الظريف والمفيد. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي، ربنا يخليك، بشكرك. شكرا ليك يا بنتي. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. في نعم في نعم يا فندم، الله يخليك يا رب دايما. اهلا. كنت عايزه اسال على تتبيله البانيه السلوب بتاعت امبارح قبل ما يتحط فيها التركي والشيدر. التركي بتاع امبارح السلوب. ماله يا فندم؟ عايزه اعرف التتبيله بتاعته ايه يعني. هو والله اديته شويه ليمون وملح وفلفل وتوابل وبهارات، بس اديتوش حاجه كتير يعني. اديت له شويه ليمون وتوابل وبهارات بس، مش اكتر من كده. بشكرك على اتصال حضرتك. كده عندي زيت ذره كريستال. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الفراخ اهيت. باجي على السكين بتاعها اللي هو الجلد ده، اهو بعمله كده وانزل كده اهو. يا عم احمد سلام عليكم. ازيك يا عم احمد؟ ازي حضرتك؟ والله كلنا بنحب حضرتك جدا. صباح الفل عليك يا ابني. والله كلنا بنحب حضرتك لانك محترم. الله يخليك، انت احسن مني يا حبيبي. ربنا يخليك. ممكن اسال حضرتك على طلب؟ اتفضل يا فندم. ممكن تديني طريقه الرز بالخلطه؟ الرز بالخلطه؟ من عيني يا فندم، اشكرك. تحت امر سعادتك. طيب كده هنتكلم عن الرز بالخلطه. كده هنتكلم عن الرز بالخلطه. عندي معلقه طماطم بوريه، معلقه قرفه ناعمه، مكعبين مرق،
ملح، مادة دهنية زبدة أو زيت، ورز ومية. بعمل إيه؟ بحط مادة دهنية على النار وبحط فيها الرز بسخنه، بديله معلقة الطماطم البوريه ومعلقة القرفة، وديله الملح ومكعب المرق، وانزل عليه بالشوربة أو بالمية، بقى لونه عندي غامق أو براون، مش لازم يكون ذهبي، مش لازم يكون أحمر. بعد كده بسلق له كبد وقوانص وقطعها خدش وتيه مع زبيب ولوز وملح وفلفل وسنة قرفة، كده هيبقى عندي رز خلطة. أشكرك على اتصالك. كده ألو أروى راوية. يا ست راوية سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سيدي؟ في نعمة يا ست راوية والله. السلام. أموري. بعد إذن حضرتك عايز أسأل على البيتزا. حاضر حاضر. حاجة تانية يا فندم؟ لا يا فندم، تسلم إيدك. بشكرك يا فندم، أشكرك. حاضر. كده هبدأ أقلب الفراخ بتاعتي علشان خاطر تاخد لون ذهبي أهو. كده ده اللون الذهبي. بطلعها واحدة واحدة اهي. زي ما حضرتك كده شايفين، نيجي بقى هنا. يا عم مروان سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مروان؟ ازيك يا شيف شيرين؟ وامرني يا عم مروان. كنت عايز اسأل عن البيتزا. حاضر. البيتزا بالبرجر. بالايه يا فندم؟ البرجر. بالبرجر؟ على عيني يا روح قلبي. حاضر، اشكرك. كده ادي البصل بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى كده على طول هنا اهو. كده الو يا نورهان. الو. سلام عليكم يا نورهان. السلام عليكم. ازيك يا نورهان؟ الحمد لله. واموري بحبك قوي والله. صباح الفل على عيون حضرتك يا بابا. انا بسال بس على الرز بالبشاميل. رز بالبشاميل؟ اه لسه عملته. على عيني يا فندم. حاضر، اشكرك. بصوا يا جماعه، الرز بالبشاميل دوت جميل جدا، انا شخصيا بحب اكله. هنجيبه ازاي؟ هنسوي رز. بلاش نسوي رز وانا عندي من بالليل فاضي عندي في البيت في التلاجة شويه رز، بقى عندي شويه خضار، شويه لحمه مفرومه، كل دوت بيكون فايد عندي بلمه، زي ما بعمل مثلا كده ايه البايله اللي هي البايله الاسباني، كل اللي فايد عندي دوت شويه رز بايتين من بالليل، شويه خضار مثلا بسله وجزر اي نوع من انواع الخضار، شويه لحمه ممكن افرمهم لو لحمه زي كباب حله او اي لحمه افرمها، ما اكلفش نفسي لو مش عايز. بعد كده بجيب الرز، بجيب اربع معالق زبدة، اربع معالق او تلاتة وتلاتة حسب الرغبة، كمية حسب الرغبة. هعمل صوص البشاميل وهجيب بايركس احط فيه كل الخليط اللي حطيناه اللي هو رز المطبوخ. ما عندكيش طبعا في البيت حاجة فايدة من امبارح، يبقى هجيب شوية لحمة مع الصاجة مع شوية بسلة مع شوية خضار، نعصجهم ونحطهم في نص الرز، نحط الرز من تحت ومن فوق، وبعد كده احط عليهم صوص البشاميل وادي شويه كريمه لباني في الاخر مع البشاميل وادخله الفرن، هيطلع معايا طاجن جميل ورائع. كده حطينا الجزر، البصل مع الثوم، اهم حاجه عندي الجنزبيل والكرات والكرفس، ده اساس الاكل الشرقي، اساس الاكل الشرقي الجميل اهو. انا عايز اطعم الاكله بتاعتي طعمها كويس كده اهو.
طيب يبقى عندي بهارات وحبه زعتر. ادي الزعتر، شويه بهارات، ادي ملح، شويه فلفل، كله كده زي الفل. ادي الفاصوليا بتاعتي اهي، كله يتجانس مع بعضه. والريحه طالعه، اللهم صل على النبي. ست سمر، صباح الخير عليك يا ست سمر. صباح النور، انت عامل ايه؟ انا الحمد لله في نعمه يا ست سمر. احنا بنحب اكلاتك كلها والله. صباح الفل على عيون حضرتك. بعد اذنك عايزه طريقه عمل عجينه البيتزا. حاضر على عين. حاجه تانية يا فندم؟ لا شكرا. طيب عندك كيلو دقيق، معلقتين خميره بودره، ثلاث معالق زيت، نص لتر ميه، معلقه سكر صغيره، معلقه ملح، ربع كوبايه لبن بودره، ربع كوبايه لبن بودره، كل الكلام ده بعجنه مع بعضه، بعجنه مع بعضه. بعد كده بقطع العجينة دي على ست قطع، خليها تريح في التلاجة الأول شوية، تريح في التلاجة شوية. وبعد كده دي عجينة البيتزا، تعملي بيها كل اللي انت عايزاه. كده ما بحبش الصلصة كتير، مستكاوي كده زي ما بقولوا. نعم يا فندم. جودي؟ جودي ازاي؟ ومر يا جودي. انا كنت عايزه اعرف طريقه الحواوشي على اصوله. على اصوله مية مية. على عيني حبيبتي. حاضر، شكرا ليك. اصول الحواوشي لحمه ملبسه، يعني فيها نسبه دهن بسيطه. بفرم اللحمه بتاعي وبحط عليهم بصلتين كبار قوي، بصلتين كبار، ببشرهم ببشرهم وبحطهم على اللحمه، اديها توابل زي ما انا عايز، فلفل حار. عامه هو يوم الخميس انا عامل حواوشي اسكندراني، لكن طالما عايزه على اصوله على اصوله نكمل نقول هنعمل ايه. بجيب العيش، بجيب العيش الطري بتاعنا. نعم، نجيب العيش بتاعنا الطري، بفتحه وبحشي اللحمه المفرومه اللي هي النيه اللي حطيت عليها كل التوابل والبصل وشويه بقدونس وملح وفلفل وبهارات وتوابل، بعصب حبه زيت زيتون وبحطه على الرف في الفرن على الشبكه، ما لفوش لو في ورق ولا احطه في ورق المونيا ولا ورق زبده ولا حاجه، بيستوي معايا وبيطلع هيبقى معاك كريسبي حلو. في ناس بيقول لك انا بحبه طري، طلعيه حطيه في حله وغطي عليه بالغطا لمده 5 دقايق هتلاقيه طري. اخد فاصل وارجع لكم تاني، اقدر المحطه واضرب في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، تعالى نشوف الفاصوليا بتاعتنا بالفراخ عملنا فيها ايه اهي. خدت 3/4 سوا. ادي الطاجن، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم كده شايفين، ما بحبش انا ازود الصلصة عندي اهو، اللون الجميل ده. ست زينب، ايوه ازيك يا شيخ، ايه رأي حضرتك في الطاجن ده يا فندم؟ انت تسلم ايديك، ربنا يخليك يا رب. بص يا شيخ، انا امبارح انا كنت قاعد اجازه من الشغل. نعم يا فندم. عشان كده بتفرج، بس انا بتفرج في الاعاده. امبارح
امبارح يعني في واحده زعلتك كده فانا زعلت اتصلت واداني مشغول كتير فقلت اتصل النهارده. الرحمن الرحيم كده صلاه على النبي، صلاه على حضره النبي. ده طاجن الفاصوليا بتاعي اهو، عندي البتنجان بحمره